الشمس هتطفي والقمر هيتحول لدم والزلازل هترقص العماير والبحر هيهيج والأعاصير هتكنس كل الأرض وإحنا الجيل المشؤوم اللي هيشوف أحداث نهاية العالم حسب المذكور في كتاب الرؤيا من 2000 سنة، مذكور بالنص عن النبوة وهي من أخطر النبوات عن الصراع بين النور والظلمة. مذكور إن في النبوة دي إن الله هيسحب كل المؤمنين بيه من الأرض بساعة واحدة قبل مجيء كوارث يوم القيامة، وإن الشيطان هيتربص بيهم في آخر الأيام علشان خاطر يمنعهم، فهتحصل عملية اسمها عملية الاختطاف، هيسحب كل المؤمنين بيه من كل الأرض قبل مجيء ال7 كوارث العظمى بساعة واحدة حسب المذكور. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكب. بالراحة كده، كان في نبي اسمه يوحنا الرائي كان منفي في جزيرة بطمس، الله فتح عيونه في وسط الظلمات ووراه أحداث آخر 7 سنين في الأرض، فوراه بالشفرة أحداث هتتم في آخر 7 سنين في الأرض عشان ناس تفهمها وناس تستهزأ بيها، فكان بيوريله الرؤية وبيفسرها له. فالرؤية الأخيرة دي المكتوبة في كتاب الرؤية من 2000 سنة بتقولك إن كان في امرأة عظيمة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. هذه المرأة وابنها اللي هتولده اللي مذكور في النبوة هي كل المؤمنين اللي في الأرض اللي الله مخصصهم في الأرض اللي في وسط ظلام الأرض. المرأة دي هيحصل لها إيه؟ بص بيقولك إيه، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هوذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون وعلى رؤوسه 7 تيجان وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحهما إلى الأرض. هذا التنين هو إبليس الشيطان واقف متربص بالمؤمنين في الأرض وعايز يوقعهم بكل طريقة، وبقى ينشر روح إرغام الخطية في الأرض علشان الناس ترغم على عمل الشر، وهي دي ركسة الخراب المذكورة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة اللي الناس بقت ترغم على عمل الشر. فواقف متربص بالمؤمنين بالله. ليه متربص بالمؤمنين بالله؟ لأنه عارف إن في حادثة اسمها حادثة الاختطاف، إن الروح القدس اللي في وسط المؤمنين بالله هيخطف كل المؤمنين بالله قبل قيام كوارث يوم القيامة بساعة واحدة. طب إيه اللي هيحصل؟ بص بيقولك إيه، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. بمجرد اكتمال الكنيسة أو مجرد اكتمال شعب الله، الشيطان هيحاول يفرقهم عن بعض ويبلعهم. بسبب ايه؟ بسبب روح الضلال المنتشر في العالم، ان الجهل اصبح في المعالي والحكمة في اسافل الارض، فالمؤمنين بالله اصبحوا يبصوا للكلام ده وبيتعصروا وايديهم بتتفرق عن بعض. حسب المذكور ايضا في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة، بمجرد تفريق ايدي الشعب المقدس هيتم كل هذا. الملاك بيقول لدانيال كده في اخر السفر، وعشان تفهم في سفر الرؤيا لازم تقرا سفر دانيال. فبيقول لك ايه، ان ابليس الشيطان ده منتظر هذه المرأة اللي تلد حتى يبتلع ولدها، يعني يمد ايده على المؤمنين بالله، وهي دي ركسة الخراب. بص اول ما يحصل كده ايه اللي هيحصل، فولدت ابنا ذكرا عتيد ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد. المؤمنين بالله اللي منتشرين في الارض هيحكموا كل العالم، بمجرد قيام ملكوت السماوات الله هيديهم الملك على كل العالم. فبيقول لك فولدت ابن ذكر عديد ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد. ايه بقى اللي هيحصل لهذا الابن؟ طبعا ده في الرؤيا وانا بفسر لك الرؤيا دلوقتي. واختطف ولدها الى الله والى عرشه. هنا دي حادثة الاختطاف، كل المؤمنين بالله في الارض هيختطفوا الى الله والى عرشه قبل مجيء ال7 كوارث العظمى بساعة واحدة. بص بيقول لك ايه، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 2260 يوما. بمجرد حاسة الاختطاف دي الأرض مش هتستمر أكتر من العدد ده، 2260 يوما، لأن الشيطان هيصنع السمة الأخيرة اللي بيها هيجرب بقية الساكنين على الأرض، وهي دي التجربة العتيدة إنها تجرب الناس. الناس اللي باقيين هيتجربوا تجربة واحدة، لا يختاروا الله لا يختاروا الشيطان. هيقيم في العالم نظام الـ666، كل من هيضع هذه الشريحة لن يكون له الله بل يمكث عليه غضب الله، أما كل اللي هيرفض هذه الشريحة حتى الموت لعددها 666
هيكون ليه حياة أبدية، هيكون ليه حياة أبدية. فكن أمين إلى الموت فتنول إكليل الحياة. إن كنت بتسمع الفيديو ده في هذه الأوقات اللي إحنا داخلين فيها بعد ساعات معدودة، إيه بقى اللي هيحصل بعديها؟ مجرد ما الكنيسة أو المؤمنين بالله يختطفوا من الأرض، وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكة تحارب التنين وحارب التنين وملائكته ولم يقوا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض، وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلى هنا وقدرته وملك وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف. دم الخروف ده دم يسوع المسيح، كل من اعترف بدم يسوع المسيح غلب الشيطان. فبيقول لك وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحي أيتها السموات والساكنون فيها، ويل لساكنين الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم علما ان له زمانا قليلا بعد. الكلام متفسر لوحده، ابليس نزل على الارض عالم ان ليه زمان يسيرا بعد، لان كل المؤمنين بالله اتخطفوا من الارض، فعرف ان خلاص ايامه انتهت، لان الله هينزل على السحاب علشان يقيم ملكوته الاخير، وفي ايده اليمنى كل المؤمنين بيه، وهيملكهم على كل ممالك الارض من اول الصين لحد الولايات المتحده لحد الشرق الاوسط. في الوقت ده هيظهر السيد المسيح وهينظر الناس اللي طعنوه وهينوحوا عليه، وهيقيم ملكوته الأخير على كل الأرض. فالوقت قريب، اعترف بيسوع المسيح فيكون ليك نصيب في هذا الملكوت، أو ارفض يسوع المسيح فلن يكون لك نصيب في هذا الملكوت. لكن ما تعرقش بين الفرقتين. الكلام المطلوب مني أن أقوله قلته، استعدوا للقاء إلهكم.